بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم قنيطرات زوينين تبارك الله، طيطلعوا زوينين بالطرز وفي الألوان. هانتوما شوفوا معايا، هذه عندها ثلاثة طريزات. شوفوا معايا الالوان، تيجيو متناسقين زوينين تبارك الله. انتما هادي عندها ثلاثة طريزات وعندها كل داير. اللون ديالها مارو، انتما عندها في الكميم بجوج. انتم شوفوا معايا، تمام. نبعد الكاميرا باش تبان لكم. شوفوا الطرزات كي تطلعوا زوينين تبارك الله. وعندي في الشيبي عندها كل بالصيف فتحة على حساب الرضاعة وعلى حساب. انتم شوفوا معايا، شوفوا معايا الالوان كي تيجيو متناسقين تبارك الله. عندها في الجلال، هادي عندها جوج طرزات، وحده كبيره في الجلال وحده متوسطه في الصدر. هانتوما عندها تاهي في الكميم. شوفوا معايا الطرزه كي تتبان متقونه. هانتوما طرز الرباطي، هانتوما شوفو كي تتبان من الجنب. هاهي حتى هي من بعيد. وعندي في السومو، هادي شكل اخر، عندها الصدرية هانتوما شوفوا معايا، تاهي فيها اللوينات زوينين تبارك الله. هانتوما عندها تاهي في الكميم، وفي الصدر، هانتوما شوفوا معايا. قناطر زويونين تبارك الله، تلبسيهم في الدار، تحضري بيهم، يطلعوا زوينين في اللبس. ما نعاودش لكم،
نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من البارتاج، بارتاجوا الفيديو، وما تنساونيش من اللي لايك ديالكم ومن التشجيعات ديالكم والمشاركة في القناة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.